مرحبا، كيفكن؟ تمام؟ بالجلسة والفيديو الماضي تعلمنا عن مواطن القوى والصعوبات، بس قبل ما نبلش هاي الجلسة وهذا الفيديو الكل نفذ المهمة اللي كانت عنا بالفيديو الماضي. حطنا إشارة إذا إيه أو لا. هلأ الكل يجيب معه قلم، محايل، ألوان. هلأ اختار الجواب الصح. ممكن تحطوا إشارة صح أو دائرة حول الجواب الصح. أول وحدة، لما بلعب مع رفقاتي بحس بالخوف، سعادة، جوع. تاني، بس اتعدى من الدنيا بشعر بالخوف، الندم، اشمئزاز. لما اروح مع رفقاتي بشعر بي امان، الراحة او السعادة. اربعة، لما بحكي مع رفقاتي بشعر بي خجل، السعادة او الضحك. خمسة، لما بحاكي عائلتي عن مشاكلي إحساسي الشبع، الفرح أو النعاس. ستة، بس يجي عيد ميلادي شعوري دهشة، تفاؤل، صدمة. سبعة، لما بشوف قمامة قدام بيتي بشعر بي اشمئزاز، فرح، التعب. ماني، بس تجتمع العيلة كلها لما ناكل بشعر بي الشبع، السعادة أو النعاس. تسعة، لما يقوم حدا بضربي بشعر بي الندم، الخوف، تسلي. عشرة، لما أشخاص يكسروا لي ألعابي بحس بي الطمأنينة، الغضب، الملل. هلأ خلصوا الجمل، هلأ اختاروا الجواب الصح وقلوا لي شو اللي اخترتوا. الإجابات الصحيحة موجودة بنهاية ورقة العمل. مرحبا، كيفكن؟ تمام؟ تذكرتوا من أنا؟ أنا اسمي فرح. أنا بحس بالحزن لما ما بلعب مع رفقاتي
أنا بحس بالفرح بس رح مشوار مع رفقاتي. مرحبا، كيفكن؟ تمام؟ تذكرتوا مين أنا؟ أنا اسمي جودي. أنا بحس بالإشمئزاز، بس شوف وصخ مو بمحله. أنا بحس بالدهشة بس رفقاتي يعملوا لي عيد ميلاد إلي. مرحبا، كيفكن؟ تمام؟ تذكرتوا مين أنا؟ اسمي نور. أنا بحس بالخوف بس أبقى بالعتمة لحالي. أنا بحس بالغضب بس شوف عائلتي معصبة. هلأ رح نتعرف على كلمة جديدة. شو يعني مشاعر؟ صعب نحدد تعريف المشاعر، بس هي بشكل سهل وبسيط هي دائما السلوك والإدراك، كمان التغيير يلي بيصير فيه بسياق معين. مشاعر خليني أعرف كيف أنا أتعامل مع الأشخاص. شو هي المشاعر الأساسية؟ في عنا 6 مشاعر أساسية يلي هن: أول واحد الخوف، ثاني حزن، ثلاثة الغضب، أربعة الفرح والسعادة، خمسة الاشمئزاز، ستة والأخير الدهشة. أما باقي الأمور والكلمات اللي مفترض إنه هي مشاعر، هي عبارة عن مزيج عن أكثر من شعور أساسي. مثلا التفاؤل هي التخيل شو بصير، ومشاعر فرح الندم هي مزيج من الخوف والحزن والدهشة. هلا كيف ممكن أن أحدد المشاعر بشكل صح؟ غالبا ما تعود تحديد المشاعر بالفائدة على الشخص، كمان بتخليه أقوى عقليا وتساعده على اختيار القرارات الصح. وبتخليه يعرف أن المشاعر هي ما لها سجن، إنما هي مشاعر متغيرة. والتعبير عن المشاعر لازم ما يتم تجاهله، هلأ رح نتعلم مع مجموعة من الخطوات كيف أنا بقدر أعبر عن مشاعري. أول وحدة أنا
أنا حددت شو المشاعر اللي أنا عم بحس فيها، لأنه عدم معرفة الشعور بيؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة أحيانا. ثانيا، إعادة صياغة الأفكار. في عنا مشاكل وأفكار غلط، لازم أنا أعرف شو أفكاري الصح، ولازم الشخص يغير نظرته بالأمور اللي بتصير معه لحتى يعرف يحدد مشاعره. هلا وصلنا لنهاية هاي الجلسة، مثل كل فيديو لازم يكون عنا مهمة. ولح تخبركن عن هاي المهمة رفيقتي وجد. مرحبا، كيفكن؟ تمام؟ تذكرتوا مين أنا؟ أنا اسمي وجد. هلأ لح يكون عنا مهمتين. الأولى تصوروا لي فيديو تخبروني فيه شو هي مشاعركن بعد 4 جلسات وفيديوهات. كيف ممكن نعبر عن مشاعرنا؟ جواب: ممكن يكون رسم أو كتابة بهذا الجدول.